بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء لدى الشباب، استقبلت أكاديمية الشرطة 146 شاباً وفتاة من 9 محافظات يمثلون برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة. في إحدى قاعات المحاضرات بكلية الشرطة، جلس طلاب وطالبات كلية الشرطة متجاورين مع نظرائهم من شباب المدارس والجامعات، يشاهدون فيلما تسجيليا عن أنشطة ومنشآت أكاديمية الشرطة، حيث كانت تلك هي البداية للزيارة. الهدف من الزيارة ان احنا بنرسخ قيمة الولاء والانتماء، ان الشباب دول يشوفوا خير أبناد الأرض، تدريبات قاسية بس بتطلع أبطال بتحمي بلدنا. وللتعريف بدور الأكاديمية في إعداد ضباط الشرطة على أسس علمية وتدريبية متطورة، قام الشباب بجولة داخلها للاطلاع على البرامج التدريبية المطبقة، وأبدى الشباب إعجابهم الكبير ببرامج التدريب بخاصة المتعلقة بإعداد وتأهيل عناصر الشرطة النسائية. بعد ما خدنا المحاضرات وجينا شفنا التدريبات العملية، فعلا عرفت قد ايه احنا في نعمة وعايشين في امان، ويعني الحمد لله ان احنا فعلا لينا شرطة عظيمة وجيش عظيم قادر يحمينا ونعيش في امان. تضمنت الزيارة مشاهدة عروض لكتائب الخيالة، وكذا عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. سعيدة جدا بوجودي هنا النهارده، لان انا دايما كنت لما بشوف اي ضابط في مختلف المجالات ببقى حابة اعرف ايه اللي ورا صناعة البطل ده، وكنت دايما بسمع ان اكاديمية الشرطة بيبقى فيها احداث كتير قوي هي اللي بتساهم في صناعة ده، فكنت ببقى حابة اشوف ده. وقد أعرب الزائرون عن ثقتهم في قدرة رجال الشرطة على حمايتهم بعدما شاهدوه من تدريبات وإعداد وتجهيز لطلبة كلية الشرطة. لما جيت حصل لي صدمة إيجابية، يعني حقيقي لما دخلنا جوه وقعدت جنب الطلبة وجيت هنا في التدريبات، ولو تسمح لي هم مش طلبة، هم وحوش مصرية، سواء كانوا رجال أو سيدات، هم وحوش مصرية بمعنى الكلمة. يمكن حضرتك واقف وسمع الصوت، يعني ما شاء الله ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، وإن شاء الله يكونوا خير دفاع وحصن وسند لجمهورية مصر العربية. الفخر والاعتزاز برجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار هو شعور الشباب المصري من مختلف الأعمار أثناء زيارتهم لأكاديمية الشرطة، بعدما شاهدوه من برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد رجال الشرطة وفقا لأحدث النظم التدريبية العالمية. من مقر أكاديمية الشرطة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.